السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة تقاسم أرباح البيتكوين، مرحبا بكم إن شاء الله في شرح اليوم. شرحنا اليوم هو عبارة عن عملة تي كاش إير. هذا الإير دروب يعطيك تقريبا 20,000، يعطيك 20,000 قطعة من هذه العملة. خطوة سأقوم بشرح لكم خطوة التسجيل، كلها تقريبا سهلة، لكن هناك خطوة يجب أن تفعلونها لكي كمحفظة. تقريبا تقومون بالتسجيل في محفظة الذي اسمه ايتر فلاير، هذه هي المحفظة. سأقوم بشرح لكم كيفية خطوات التسجيل في هذه المرحلة في هذه المحفظة، إن الخطوات كلها جد سهلة. أول شيء يقول لك التسجيل عن طريق الفيسبوك أو التويتر أو الإيميل الخاص بك. هنا بليز يقول لك فيريفي، تقوم بعمل فيريفي او اعادة كتابة، مثلا يقول لك الاسم او المحفظة. تقريبا هنا يقول لك كتابة نسخ محفظة ايتر فلاير. ساقوم بشرح لكم هذه الخطوة. هذه هي المحفظة، ستقومون عندما ينبثق لكم، عندما تضغطون على المحفظة من ستحولكم الى رابط الصفحة إلى هذه المحفظة. إذا لم تحولكم إلى هذه المحفظة مباشرة، سأقوم بترك لكم رابط هذه المحفظة مباشرة أسفل الفيديو في الديسكريبشن. عندما تدخلون إلى هذه الصفحة ستقومون بالضغط على كرييت من هنا، تقومون بتفعيل هذه الخصائص. بعد ذلك ستضغطون على كرييت، هنا تقومون بعمل باسورد ثم إعادة كتابة الباسورد، ثم هنا عمل يقول لك كود ريفيرال كود. سأترك لكم ريفيرال كود أسفل الفيديو للتسجيل في هذه المنصة. بعد ذلك ستضغطون على نيو واليت، سأقوم أنا بكتابة باسورد مثلا. عندما تكتبون الباسورد وتقومون بإعادة كتابة الباسورد، هنا تأتون هنا وتقومون بلصق رابط الريفيرال لينك. سأترك لكم رابط الإحالة أسفل الفيديو. بعد ذلك ستضغطون على نيو واليت من هنا. عندما تضغطون على نيو واليت سيحولكم إلى هذه الصفحة، تقومون بنسخ هذه الكلمات كلها وتنسخونها هكذا. عندما تقومون بنسخها تقومون بعمل لها كوبي، اوكي. عندما تقومون بعمل لها كوبي ستلصقونها في مجلد وتحفظون ذلك المجلد. ستأتون وتنسخونها مثلا على هذا المجلد نوت باد على سطح المكتب، تنسخونها في مجلد هكذا. ستبدأ من هنا، هذا هو الاسم الاول، الاسم الثاني، الاسم الثالث، هكذا الى الاسم الاخير. ستنسخونها هنا. بعد ذلك ستأتون وتضغطون على I ready. بعد ذلك ستقومون، سيقول لك هنا الاسم الأول speed، الاسم الثاني book، الاسم الثالث pair. ستأتون إلى ذلك المجلد. أين هي speed؟ لا، ستأتون إلى هنا يقول لك أول كلمة هي speed. هنا أو هنا الكلمة الأولى سبيد، الكلمة الثانية بوكس، الكلمة الثالثة بير، إلى آخر الكلمة البوت، الكلمة الثانية عشر. ستأتون إلى المجلد، يظهر لكم هنا المجلد. الكلمة الأولى هي سيسبيكت، ثم الكلمة الثانية هي جوا، ثم الكلمة الثالثة هي ورونج. سنقوم بالبحث عليها في على سنقوم بالبحث عليها على تلك الكلمات التي ظهرت لنا. الكلمة الأولى هي suspect، الكلمة الثانية جوان، والكلمة الثالثة wrong. suspect سنقوم بالبحث على كلمة suspect. الكلمة suspect هنا تظهر هي العاشرة، ولكن عندما قمنا بنسخ ذلك المجلد هنا تظهر لدينا هي الأولى. تبدأ الأولى، الثانية، الثالثة، الكلمة الأولى، الكلمة الثانية، الكلمة الثالثة.
ستنظر هنا، هي suspect هي الكلمة الأولى، ستأتي إلى المتصفح ثم تقوم بالضغط على suspect هي الكلمة الأولى. هنا تظهر هي العاشرة، ولكن عندنا هي الكلمة الأولى، وبالتالي سنضغط عليها أولا، ستفعل بالأزرق. ثم نضغط على الكلمة الثانية، سنأتي إلى المجلد، الكلمة الثانية هي جوان، ثم الكلمة الثالثة هي ورونغ. الكلمة الأولى الثانية هي جوان، أين هي جوان؟ جوان جوان، آه هي جوان. ثم الكلمة الثالثة ورونغ، أين هي ورونغ. سنقوم بالكلمة كيتشن، هي رابعة، كيتشن سبيد بوكس، كيتشن سبيد بوكس، أين هي كيتشن سبيد، أين هي سبيد بوكس، سبيد بوكس، واغون، ويغون، إلو، موديل، ويغون، إلو، موديل، أين هي ويغون، أين هي إلو، إلبو، موديل، البو موديل، شيكن بير كاري، هنا شيكن بير كاري. بعد ذلك ستقومون بتفعيل الكابتشا التي بنيتها 5. عندما تفعلون الكابتشا ستضغطون على كونفيرم. انا لا يقبلون مني التسجيل لانني قد سجلت من قبل تقريبا، او اذا ظهرت لكم انتم ايضا هذا المشكل امبورت واليت ايرور، اذا ظهر لكم هذا المشكل ستأتون تقومون بالضغط من الاسفل، وتقومون بعمل ريفريش، للصفحة، اونتري للصفحة. بعد ذلك ستظهر لكم الايثر فلاي، هذه الصفحة التي قد قلت لكم من قبل ستظهر لكم. عندما تظهر لكم ستضغطون على ماي اكونت، عندما تضغطون على ماي اكونت سيحولكم الى الصفحة لكي تقوموا بالتسجيل مرة اخرى. ستأتون وتقومون بمسح هذه، الكلمات كلها. بعد ذلك تقومون بعمل كرييت من جديد، تضغطون على كرييت، تفعلون هذه الخصائص كلها، تضغطون على كرييت، ثم تضغطون على الباسورد، تضغطون على نيو واليت. بعد ذلك تقومون بنسخ هذه الكلمات، تقومون بلصقها هنا، باس اسك، سنتأكد اذا هي اسك فاير تشالنج، اسك فاير تشالنج من ذا سموك لوبي، سموك لوبي اتند، سموك لوبي اتند، وش سيت كارد. وتأتون تضغطون على اي ريدي. بعد ذلك يقول لك هنا هاي الكلمات مرتبة عشوائيا، ستقوم أنت بترتيبها من الأول إلى الآخر عبر هذه الكلمات التي نسختها. أول كلمة ask، ثاني كلمة fire، بعد ذلك challenge، ask، هنا ask، ask fire challenge، ask اور چنانچ بھی ای دو سموک بین بین ان دو سموک ان دو سموک بادی اکتی بادی اکتن ریوارد بروش مكستور كارد، بروش مكستور كارد. بعد ذلك تفعلون الكابتشا،
عندما تفعلون الكابتشا ستضغطون على كونفيرمي، ستفعل لكم هذه خاصية. بعد ذلك سيظهر لكم هنا import file private key، ستضغطون على import file private key، ستظهر لكم هنا بالخانة، ثم تسطبون ذلك البريفيج كي على سطح المكتب. عندما تسطبون البريفيج كي على سطح المكتب فلتقوموا بحفظ ذلك البريفيج كي، ولا تنسوا أيضا بحفظ هذه الكلمات. إذا نسيتم البريفيج كي أو ضاع عليكم البريفيج كي، ستقوموا بهذه الكلمات أيضا بالدخول. هذه ستساعدكم على الدخول إلى المحفظة الخاصة بكم. وأيضا لا تنسوا بكتابة الباسورد جانبه هنا لكي يساعدكم هو أيضا بالدخول إلى المحفظة الإيترفلاي. هذا هو الشرح كيف التسجيل في هذه المحفظة. فلنقوم بالرجوع إلى شرح خطوات التسجيل في هذا خطوات التسجيل في هذا الإيردروب. بعد ذلك ستظهر لكم، قد نسيت هذه المهمة، ستظهر لكم هنا رابط الأدريس، ستقومون بنسخه من هنا، أعمل كوبي له من هنا، أوكي، من هنا. عندما تقومون بنسخه من هنا، أوكي، ستأتون إلى الموقع وتعملون هنا من هنا، ستضغطون على هذه الخانة، سيحولكم إلى خانة صغيرة، تلصقون فيها رابط الأدريس. بعد ذلك هنا يقول لك واتش فيديو، تقوم برؤية الفيديو حتى النهاية، ثم تظهر لك خانة صغيرة بالأخضر continue، تضغط على continue، ستفعل هذه الخاصية. بعد ذلك تقوم بكومنت على الفيديو أيضا، أو تقوم برؤية الفيديو ل15 ثانية. بعد ذلك ستضغط، ستفعل لكم هذه العشر نقاط. هنا يقول لك فولو تويتر الخاص بهم، عمل فولو، تضغط على التويتر الخاص بهم من هنا يحولك إلى التويتر، ثم تقوم بعمل فولو هنا ريتويت على التويتر، هنا جوان التسجيل على الجروب الخاص بهم في التليجرام، هنا لاست. تقوم برؤية هذا الموقع تقريبا ل15 دقيقة ثم تفعل الخاصية. هذه الخاصية تقريبا لرابط الإحالة، من أراد إرسال الموقع إلى الأصدقاء لكي يقوم بالتسجيل، تنسخ رابط الإحالة من هنا، عندما تساوي ترسل الأصدقاء ليقوموا بالتسجيل. سأقوم بترك لكم جميع الشروحات التي تخص هذا الإيردروب أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وبدعمنا بزر لايك. ومن واجهته أي مشكلة في الإيردروبات فليراسلني في الفيديو في أسفل الفيديو، أو في أي فيديو سأقوم بمساعدته على التسجيل. لا تنسوا تفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعة وعلى الدعم الخاص بكم معنا.